بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، أشكر زميلي حمد بن طويرش الوهيبي وأتواصل معكم في هذه الانطلاقات الصباحية التراثية من هنا من عاصمة الميادين، والانطلاقة 12 في صباح هذا اليوم، والانطلاقة 4 المخصصة للحول من مسافة 6 كيلومترات. أشواط السرعة في هذا الصباح بهذه التحديات الكبيرة لأبناء القبائل، ونذكر بصاحبة التوقيت الأفضل في فئة الحول اللي هي الطيارة بدر بن سيف الشبيبي، 9 دقائق و27 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظة. نعود إلى مجريات الشوط، إلى تحديات الكبار بهذه الشعارات المتميزة من أبناء دول مجلس التعاون في هذه اللحظة وفي هذه التحديات. مياس تسيطر هنا على مقدمة الشوط، منصور بن خليفة بن سالم الخيالي يتواجد في مقدمة الشوط في هذه اللحظات لانطلاقة هذا الشوط، بينما ثاني المراكز الكوس على ثاني المراكز أحمد بن سيف المشغوني يتواجد على ثاني المراكز، ثالث المراكز أشعار الخيارين يتواجد على ثالث المراكز هنا، أعتقد نواميس على ثالث المراكز، نعم على ثالث المراكز شعار الخيارين يتواجد ثالثا، بينما رابع المراكز هنا في هذه اللحظة مستورة وليسيف بن علي الكندي تتواجد في رابع المراكز، خامس المراكز في هذه اللحظة، خامس المراكز برهومة حمد بن محمد المزروعي، ها هي مراكزنا الخمسة الأولى في هذه الانطلاقة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط شعار الخيارين، شعار الخيارين على مقدمة الشوط غير مدونة، غير مدونة في هذه اللحظة اسمها، بينما من واقع الشعار شعار الخيارين يتواجد على مقدمة الشوط. نعود إلى مجريات الشوط، وجميلة غانم بن منصور الخيارين بشعاره يتواجد في هذه اللحظة ويتربع على مقدمة الشوط في هذه الانطلاقة. ثاني المراكز مياس على ثاني المراكز تتواجد هنا بشعار منصور بن خليفة بن سالم الخيالي يتواجد ثانيا، ثالث المراكز في هذه اللحظة مستورة سيف بن علي الكندي وعليه مراجعة لجنة التحليل. المركز الرابع، المركز الرابع الكوست تتواجد بشعار أحمد بن سيف المشغوني هنا في رابع المراكز بهذه الانطلاقة. خامس المراكز الذيبة، الذيبة هنا في أول نداء للذيبة محمد بن سيف بن ماجد المزروعي هنا على خامس المراكز في هذه التحديات الكبيرة، جائزة زايد الكبرى هنا الكل يطمح بهذه الجائزة، الكل يطمح بتسجيل النقطة الذهبية التي تضاف لرصيدة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. يا سلام، المقدمة هنا مستورة على مقدمة الشوط تتواجد وتنتقل هنا في هذه اللحظة بشعار سيف بن علي الكندي على مقدمة الشوط، بينما ثاني المراكز جميلة غانم بن منصور الخيارين يتواجد هنا في هذه اللحظة أحد الضيوف الأعزاء من دولة قطر الشقيقة ومن ميدان التحدي هناك في الشحنية. ثالث المراكز مياس وسلالة مياس تنتقل في هذه اللحظة وتتسلل وتنتقل إلى مقدمة الشوط بشعار منصور بن خليفة بن سالم الخيالي هناك على مقدمة الشوط، بينما من انتقلت أيضا إلى ثاني المراكز هنا في هذه اللحظة الذيبة محمد بن سيف
بن مايد المزروعي ينتقل أيضا وينتقل بشعاره من المركز الثاني إلى المركز الأول في هذه التحديات الكبيرة. يا سلام أشواط الكبار، الشعارات المميزة هنا، الشعارات الكبيرة التي تشارك في عاصمة ميادين الدولة في هذه الجائزة الغالية على قلوب أبناء الخليج. هنا المقدمة كما أسلفت الذيبح محمد بن سيف بن مايد المزروعي يتواجد في مقدمة الشوط، مياس على ثاني المراكز، منصور بن خليفة بن سالم لخيالي يتواجد ثانيا وثالث المراكز، ثالث المراكز هنا في هذه اللحظة جميلة، غانم بن منصور الخيارين ورابع المراكز برهومة حمد بن محمد المزروعي، خامس المراكز هنا أول نداء للشهنية محمد بن يمحى النابوذة هنا على خامس المراكز. يا سلام الخمسة الأسماء والأسماء قادمة، الشعارات اختلطت الأمور في بعضها في هنا مع افتتاح الألف متر الأخير، اختلطت الشعارات بهذه القوة من أشواط السرعة مسافة الستة كيلو مترات. يا سلام الذيبة، الذيبة محمد بن سيف بن مايد المزروعي يتواجد هنا في هذه اللحظة، بينما هناك على ثاني المراكز هنا شعار رجل الاقتصاد محمد بن جمع النابوذة يتواجد على ظهر الشهنية شعاره، وينتقل مع افتتاح الألف متر الأخيرة عن نهاية الشوط، ينتقل في هذه اللحظة في هذا التحدي الكبير. هناك جميلة على ثاني المراكز أيضا تسللت وتريد أن تعيد حقوقها المنهوبة في هذه اللحظة بشعار غانم بن منصور الخيارين. الله رابع ثالث المراكز، الكوس الكوس أحمد بن سيف المشغول يتواجد ثالث الرابع المراكز، جياشة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري خامس المراكز، تتواجد الذيبة محمد بن سيف المزروعي. يا سلام رجل الاقتصاد على مقدمة الشوط، جمعة بن محمد بن جمعة بن نابوذة هنا يتواجد هنا مع الشهنية على صدارة الشوط، دير بالك النابوذة. الله هناك الخيارين مع جميلة، وهناك ثالث المراكز أيضا جياشة، جياشة الله جميلة 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 بأداها، جميلة بشكلها، جميلة بشعارها، هنا تنتقل إلى مقدمة الشوط. جياشة أيضا قادم، عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري يتسلل، ولكن جميلة صامدة حتى هذه اللحظة، صامدة في مقدمة الشوط بشعار غانم بن منصور الخيارين. السلام يعبر هنا في هذه اللحظة من عاصمة الميادين، يعبر بشعار الخيارين هنا في هذه التحديات مع جميلة، تهانينا والناموس على هذا الفوز لغانم بن منصور الخيارين، تهانينا والناموس. المركز الثاني جياشة عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، ثالث المراكز الشهنية محمد بن جمعة النابوذة، ورابع المراكز رابع المراكز الظبي ذياب بن سالم بن دري الفلاحي، خامس المراكز هنا في هذه التحديات الوطن سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. تهانينا والناموس لغانم بن منصور الخيارين على فوز جميلة، 9 دقائق و30 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني جياشة، 9 دقائق 30 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث تصل في هذه اللحظة شعار رجل الاقتصاد ب9 دقائق 33 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن جمح النابوذة على فوز الشهنية وفي هذه التحديات الكبيرة لأشواط السرعة. أنقل المايك في هذه اللحظة لزميلي محمد بن بريك المري.